السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ غايه لاباس الحمد لله. اليوم البنات جبت لكم وصفه البسبوسه، وصفه شابه وناجحه، مقادير مضبوطه. تبعوا معايا هنا الوصفه ان شاء الله يا ربي كاع تنجح معاكم. هنا عندي المقادير، نبدأ بسم الله. عندي هنايا 4 حبات تاع بيض متوسط، عندي هنا فيها كاس تاع حليب، عندي كاس ناقص اندوا تاع سكر خاطرش غادي نشربوها ويجي كلشي حلو، مانيش باغي الحلاوه بزاف. هنا عندي كاس تاع زيت، وغادي ندير معاه هنا كاس تاع نواط كوكو، ولا ما بغيتيش ديرو نواط كوكو ما ديروش. وعندي المبشور تاع حبه ليم، وعندي زوج ساشيه تاع خميره الحلويات، وزوج ساشيه تاع لافاني والسميد. هنا انا عندي السميد، البنات غادي نوري لكم السميد كي داير. انا ما نخدمش بالسميد المتوسط ولا السميد المويا هذاك ولا رقي، انا نبغي نخدم هذا السميد يجي شباب غليظ. باش نوري لكم هذا السميد البنات، نبغي نخدم به البسبوسه خاطش تجيني شابه، تجي كي الشاميه. هذا السميد اللي يجي غليظ، نصف غليظ، ماشي غليظ غليظ، نصف غليظ، ما تجيكمش معجنه. دوك تشوفوا الشيات كي كملها، تشوفوها كي تخرج معكم تجي ما شاء الله. هنا السميد ما نقولكمش شحال غادي ندير السميد، على حساب الاخر لي زانغريديون اللي عندي. دوك هنا نخرو هاد نبداو في الشربات، هي الاولى باش تبرد. عندي في الشربات غادي ندير 4 كيسان تاع ماء. هنا عفوا اخويا البنات، غادي ندير هنا السكر قبل، غادي ندير 2 كيسان تاع السكر. نزيد كاس تاني، والماء ما نديرش 4، نورمالمون ندير 4، انا نقصت شويه تاع الماء خاطرش علاه باش تجيكم شويه السيرو يجيكم شويه ثقيل، مانيش باغيه حتى يجي مايح. الكاس الاول، الثاني، الثالث، الرابع، ما نعمرش كاع الكاس، ندير غير هكا خاطرش علاه باش يجيكم شويه تجي سيرو عاقد، تجي شابه شابات، ما تجيش مايحه. هنا عندي هذاك زوج ليترونج تاع سيترون، هنا دوك نروح نديره يطيب باش عاد نكملوا الوصفه. هنا دوك نبداو في الوصفه البسبوسه. كيما قلت لكم البنات، السيرو راه يطيب كي يبدا يغلي، حسبوا له 15 دقيقه وطفوا عليه وخلوه يبرد غايه الغايه باش عاد تسقوا به البسبوسه تاعكم. نبدا دوك هنا ندير البيض غسلوه ونشفوه. ندير هذاك الكاس تاع السكر، ندير 2 ساشيه تاع دوك تاع لافاني، ونضرب الماء، نضربهم غاية البنات. حنا دوك ندير داك المبشور تاع حبات تاع الليمون، تجي نكتها شابة بالليم، ولا ديرو تشينة تاني. نزيد داك الزيت، نزيد داك الحليب، ونزيد داك الكاس تاع نواط كوكو. داك نواط كوكو يمد واحد البناعة شابة في البسبوسة. نخلطو هايا، دروك أنا نبدا ندير في السميد. هنايا شوفو خواتاتي، الكاس اللول غادي نديره، نزيد نوجد الزاوج. Thank you.
وندير هذوك زوج ساشيات تاع لا ريفير. نخلط، هنا قلت لكم راني درت زوج، مازالت هنايا ما تخلطتش، مازال ما تقلتش شويه، راهي عاد خفيف. غادي نزيد كاس ثالث ونشوف شحال ندير فيه، لا نكملها هو كاع ولا ندير غير نصه. هنا نورمالمون صاي، انا درت لي زوج كيسان ونص تاع السميد، كيما قلت لكم السميد ماشي رقيق وماشي متوسط ومشي غليظ غليظ، نصف غليظ باش تجيكم بسبوسه شابه ما تجيش معجنه. صافي دروك غادي نفرغها في البلا تاع الفوق، انا اللي دايره هذا الفوق، هذا البلا تاع الفوق اللي يجي مدور تاع كوزينيا ولا تاع تعقوف كوشه تاع تيسينتي ديروا فيها، ولا بغيتوا ديروا بلا صغير نقصوا المقادير. انا درت هذا تخرج لي نيشان، ما تجيني عاليه عاليه، انا ما بغيتش تجيني عاليه تجي معشنه، ما تجيني رقيقه تجي نورمال، مع كي سقوها بالشابه تجي نيشان. حنا دوك نخويها وراني شاعله الفور تاعي راهي حمى. حنا شوفوا داك النواط كوكو كي راهي بان فيها، يجي روعه البنات. دوك هنا نسقمها في البلا، خبطوا غير هكاش، خبطوا مليح باش تجيكم متساويه، ما تجيكمش وحده عوجه، وحده جهه عوجه وجهه خشينه. دوك هنا نروح نديرها طيب على 180 درجه فاصون، كل وحده والفور تاعها، كل وحده تعرف كي طيب الكاطو تاعها ولا البسكويت تاعها. انا نديرها طيب من التحت، كي طيب لي من التحت نزيد نطفي لها من التحت ونشعل عليها من الفوق ونطيبها ونرجع معكم ان شاء الله كيما نشربوها. هنا صاي البنات البسبوسه تاعي راهي طابت، شوفوا هنا نبغيها هنا طايبه غايه حمراء وشابه، شوفوا هنايا شوفوا كي راهي طريه ما شاء الله جد، وريحتها ما نقولكمش وشابه، شوفوا هنايا ثاني كي راهي راهي هنا قلت لكم ثقيله شويه، شوفوا كي جات ما شاء الله وشابه راهي بارده. هذه هذا وين خرجتها من الكوشه، دوك نبدا نشرب فيها بالشابه وهي بارده. شوفوا هنا كي تشرب هي حاميه هكا، شربوها وهي سخونه هاك. حنا صاي دوك التزيين خواتاتي، دوك نبدا غادي نزينها بنواط كوكو، نديرها من الفوق خاطرش راني دايرها دايرت لها نواط كوكو من الداخل، فانا جينا نزوقها بنواط كوكو. ولكم اختيار، تبغوا ديروا كوكو ديروا كوكو، تبغوا تخلوها كيما تخلو. هنا تاني غادي ندير اضافه، غادي ندير شويه تاع عسل من الفوق هكا باش تجي شابه مع السله، تجي ما شاء الله غير شويه تاع عسل هكا باش يلصق فيها داك النواط كوكو ما كثرش. صافي ندير داك النواط كوكو كيما هكا، دروك انا ما عادش نخرق عندكم هنا شويه فركتها، دروك انا ما عادش نخرق فيها دروك، دروك نخليها تبرد تبرد غايه، نخليها على جهه تبرد ومن بعد ان شاء الله نوريها لكم ان شاء الله في صحن التقديم. دروك صاي راهي بردت، نقسمها لكم تشوفوها كي جات. اقل اخرى ماء شوفوا هنا البنات كي جات شابه، ياه
شوفوا هناك هاي طايبة وشربة، جات ما شاء الله. شوفوا هنا البنات كي راهي معسلة وشربة، هاي مشربة هاي طلعاي. شوفوا هنا، شوفوا كي راهي تدوب في الفم. شوفوا هنا كيما قلت لكم بان هذاك السميد اللي جاي خشين، تجي ما تجيش معجنة، تجي تتفتت، تجي ما شاء الله بنتها كي بنت الشامية عندكم هنا. شوف شوفوا كي جات روعة البنات. سيو هذه الوصفة جربوها. هنا أكرم ما خلانيش نصور، ما بغيتش نقلعها الزقا تاعك، تخليها هنا البنات يسمعوا لافوا تاعه. شوفوا هنا راهي طايبة هاي ما شاء الله. هاي لا شوفوا هنايا. نتمنى البنات الفيديو تاع اليوم تاع البسبوسة راه عجبكم، وتدوا هاد الوصفة اللي عارفة بلي غادي كاع تعجبكم، تحطوها لي في التطبيقات كيما المادلين كاع اللي داروا، بعثوه لي وجربوا كاع، نجح لهم كاع الوصفات اللي راهم يدوها كاع يسولوا يقولوا لي الله يعطيك الصحة. نتمنى تجربوا هاد الوصفة، وما تنساوليش البنات بلي جام وكومونتير ملاح، وبارطاجيو هاد لا فيديو تاع البسبوسه باش كاع الشيء البنات اللي ما يعرفوا تخرجوا شو بسبوسه مليحه يديروا هاد الوصفه ان شاء الله تنجحكم. وما بقى لي غير نقول لكم شيرو، تهلاو في روحكم وقارعوني فيديو جاي، ومع السلامه.